أنا ياما عالجت هذا الموضوع دينيا وكتابة. أنا شخصيا بانتمائنا كلنا لمجتمع دي هشاشة وأمية مستطيرة، كنت دائما ضد أن تتكفل الأم بتعليم الأطفال. ماذا ستعلم أم في أي تحديد دولة، في عبدة ولا في تطوان؟ أم ماذا ستعلم الطفل؟ أنا أبي بناني بنيانا متواصلا. أمي رحمها الله كانت فيلسوفة وزاهدة وتتستر عني، كان عليها أن تقف إلى جانب أبي وتعلمني شروط الحياة الأدمية. تعليم التلاميذ الأطفال غائبون بحكم سيطرة الأجهزة على أدمغتهم بالكرة. الطفل دماغه محتل بالكرة احتلالا شاملا، إضافة على اللهجات. نحن لا نتقن حتى الدارجة ونشحن بخزعبلات لهجاتية. الأم إن كانت أمية ليس في مستطيعها ستشوش على الطفل. لذلك وجد علماء التربية والبيداغوغ وعلماء النفس الاجتماعي وعلماء النفس التربية، وهذا أين دورهم؟ نعول على الأم التقليدية، يعطيها البغرير. الأستاذ مصطفى مختصر كاتب عربي.